نفسي الكلا غير بعرو كاي حال اي مسألة. باباك صاحبي في العمالة بين دواسة ديالو ديما داير بلبلة. دير نية حاجة مقضية خاصك قاضي ولا محامية كعملة شوية امدا فوزية واحد دوسي حتى تزيديه في الميزانية. وي سي عادل مزيان بخير الامور هانية وصافي يكون هاني راه دويت لك مع الرئيس ديال الجمعية ايه اللي شد الجمع اسيدي يكون هاني انت اللي غتصلي بهم في هذا رمضان هذا صافي غير هو ضبط شويه القواعد وداكشي ما بقاش تغوج بزاف في الميكرو. قول لي داك خوك اللي كنتي باغي تولي مقدم باقي باغي اجي ما تصيفطوش كوميسير في ليبيا ايه عندي واحد الفر تما الا بغى غير شوف لي دوك المحلات ديال شوكه الجمع الله يرحم ليك الوالدين كيدير راه كاينه واحد لا كوزين ديال لا سوبيرير ديال مون كوزان يلاه ما تنسانيش خليك معايا ما تقطعش سي الكلا ويلا لا كلتوم لا لا المحل ديال الجامع صافي مضمون حسبيه ديالك شوكيه تبارك الله فيه شي 165 ولا كابل تحت غير بوحدو راه ديري فيه روضه صافي كوني هنا يا راه ديالك قولي لي شنو بغيتي ديري فيه لا شوف يديروا فيه شي تاكوس ولا شي حاجه ديال الشاورما يجي وار ولا بغيتي تسرعيها قلي الفريت في زيت العود باش ما يشيط لك والو شنو بغيتي ديري فيه ساكا قطعي قطعي انا نعاود نعيط لك خايب وي سعادة الرئيس كي داير اسيدي الامور مزيان يلا عيطت لمراتك قالت لي هذاك المحل اللي دبرت لكم عليه في الجامع بغيتو ديروا فيه ساكا الا دبرت لكم على محل باش ديروا فيه شي حاجه هادفه شي حاجه اللي تليق بالمستوى ديال الجامع او بغا دير فيه ساكا واش الاخت مسيحيه لا 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 حشومه حشومه ماشي هاد الوراق اللي خصني نجيب وي سي مروان انت في المطار دوز جيب لي معاك واحد شويه المعسل الله يرضي عليك 8 كيلو بغيتي دير فيا سل واجيب غير شي بركه الله راه ولا المعسل في الساك اغلى من الحشيش الله يهديك جوج باكيات ديال التفاح تحفظ بهم بوقعه وعلى هاد القبه نديرو البوف احسن يلا ما تعطلش جيب معاك الثلج اي سي الكلا كلا كلا والله يهديك واش كاينه شي زيت العود ب 400 ريال وانا راه عصرتها راسي وطلعت عليا ب 120 درهم هذا جابها لك ب 400 شنو واخا يكون عصر اللفت ما تخرجوش ايوا لا لا خليك خليك معايا ما تقطعش خليك معايا ما تقطعش وين ريمان كي دايره بخير كي داز الشفويه اللي امتحان مزيان سبعات السوايع وانت كدوزي الشفوي شنو كانوا كيسولوك على الذنوب شكون كان في اللجنه اييه السي العلالي كان مدام السعيدي صافي خليك معايا ما تقطعيش السي العلالي كيف الحال امورك مزيانه سيدي هانيه راه ما نسيتك في الزيت اييه طلعت لشي شاوا جبت واحد 30 لتر ونقسموها انا وياك ايوا بس دوز العواشر تاعتها عيط لك بارابور واحد الكوزان ديال لانيز ديال ماكوزين اييه ولدو هو الكابو ديال ليفركوزن تبارك الله هو عضو في بايرن ميونخ اييه هو اللي دخل عند شواو مين التيران صرفقو وخرج الله يرحم عليك الوالدين عنده بنتو تبارك الله راه دوزات عندكم الشفاوي اليوم اييه عندها الخالات اييه شفتيها أيه لا مسك لا دوزات عيانه ايوا راك عارف مع هذا البرد هذه الايام راه كلشي عيانه وداسي السعيد كلشي عيان مع داك البوستر والجرعه الثالثه والرابعه علم الله شنو تقول لنا في داك العجب ولينا نمرضوا شي مرض ديال الكلاب راه واحد لانياز ديال مونكوزان ديال السبيريور ديالي مسكينه مرضات داوها للسبيطار كانت عندها القحبه عامره ملي مشاو للسبيطار لقاو عندها الحجر في القلاوي سي عزيز سي الكلا كلا 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 وي دنيا محشوماش عليك يا دنيا ها انت لا ليسونس في الاسلاميات وبغيتي ديري ماستر في الفلسفه تو عليك يا دنيا ما كنحملكش يا دنيا شيت شيت يا دنيا وي سعادة الرئيس كيف الحال الامور مزيان لا لا مضبوطه مضبوطه الحمد لله راه كلفوا لجنه من الرباط فيها زوج من الناس ديالنا هما اللي غيجيو يديروا المحاسبه وداكشي كون هاني ما عندك لاش تخاف ويلي تحاسبوا انت مع هذوك اللي حطوك تما نبقى غير انت لا 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 كون هاني كون هاني لا لا حتى لا لا دوك الصفحات الفيسبوك كاينين جوج هما اللي كينتقدوا وحده راه بلوكيناها والاخرى راه شرينا ليه تي ماكس اييه تي ماكس 48 ساعه غتلقى الروايد مخشيين ليه في عنقو لا الدري كيطير تبارك الله سي الحاج الدري كيطير دوز البيرو شرب معايا قهوه سي الحاج اي سي الكلا كلا
هادو اعداء الوطن سعادة الرئيس. لا 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 وراه خو هو اللي اغتصب مراشي بنيه داك العام. لا 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 خليك معايا ما تقطعش. وين شكون معايا مدام عبلة كي دايره الامور مزيان؟ واقول لي هذاك المارشي زعما ما ناخذوش حنا هذا العام ولا شنو؟ وحشومه هذاك العام دوزتيه لولد خوك العام اللي قبل منه دوزتيه لولدك. ايوا شويه كل شويه وعطيونا شويه حنايا. قول لي هذاك المارشي ديال الرومبا اللي وصل المدينه بشحالنا وين تلقوه؟ مليار. اجي الى جي الى جبت لك اللي بني لك ب 100 ويعطيك 900. بغيتي 950 صافي 50 مليون صافي نشوف ونبنيوها غير روبا بالمرطوب وصافي بلا اصلا المنطقه ساحليه ماشي ما تحتاجش البيطون ارمي صافي. الله يسخر اللهم بارك اللهم لا هي نقدروا نصاوبوها بالبر. انا نعيط لواحد السيد صديق ديالي خليك معايا خليك معايا. ايه تبغى تفهم انت تايا في هاد البلاد ما تفهم. السلام عليكم واش المخرج المحبوب ديالنا هذا سي ربيع سجيد راك عزيز والله لا راك عزيز تبارك الله المسلسل ديال الحديد دار كان ماشي انت اللي درتيش الاخراج شكون وكجي اييه قول لي بغيت الله يرحم عليكم الوالدين شي واحد واعرف هذا الشيء ديال الجرافيزم وداك الشيء ديال المونتاج. لا 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 ماشي فيلم انستيتيوشنال لا بغينا غير شي واحد دابا عندنا واحد المارشي ديال الرومبا والفلوس ديالها خرجوا وما عرفناش كي طاروا بغينا نصاوبوها غير في الفوتوشوب نحطوها يشوفها الوزير وداك الشيء بيد ما تجي الميزانيه ديال المسبح العام الجاي ونقدوها على حقها وطريقه. دابا بغينا غير شي واحد يصاوبها لنا لا كاين البيدجي نخلصوه ب 300 درهم داك الشيء باش كتخلصوا الممثلين ديالكم وداك الشيء باقي نديروا هذا يتغدى لا الغدا نغديوه ماشي مشكل. تبارك الله على السي ربيع سجيد راك عزيز علينا واستاذ الله تبارك الله الافلام عندكم زوينين غنشوفوك في رمضان هذا العام تبارك الله. وملي تدوز حدا البيرو تجي تاخذ معايا قهوه غير معروك اي حالة اي مسألة باباك صاحبي في العمالة بين دواسة ديالو ديما داير بلبلة دير نية حاجة مقضية خاصك قاضي ولا محامية كعملة شوية امدا فوزية واحد بصي حتى تزيديه في الميزانية